البنكرياس، مو تمام؟ وصلنا للبنكرياس. نعم استاذ. نعم طلعت. طبعا من نحكي على البنكرياس والكبد، هذن ايش نعتبرهن بالنسبة للجهاز الهضمي؟ طيب غدد ملحقة بالجهاز الهضمي. اها، مو نقول غدد، ولا ما يعتبرن اعضاء اورجان، اكسسوري اورجان نسميهن، الاعضاء الساندة، الاعضاء المساعدة، الاعضاء الثانوية، شديد نسميهن نسميهن. ليش سميناهن بهالصيغة هاي؟ يعني سبب تسميتهن الاكسسوري اورجان واي، لماذا؟ لسببين، لسببين طلاب. السبب الاول انه هذه الاعضاء تكون خارج القناه الهضميه. القناه الهضميه احنا قلنا هي عباره عن انبوب، فهذه الاعضاء هي خارج الانبوب ولكن مرتبطه بالانبوب بواسطه قنوات. هاي اول شغله تخليها ببالك طالب، انه هذه الاعضاء ليس منها اكسسوري. انا حكيتها بالمحاضره الاولى بالجهاز الهضمي، قلنا ليش سميناها اكسسوري؟ باعتبار انه هذه الاعضاء هي خارج القناه الهضميه ولكنها ترتبط مع القناه الهضميه بقنوات. يعني شلون الغدد اللعابيه اكو قنوات تصب بالفم، نفس الحاله البنكرياس اكو قنوات تصب بالامعاء الدقيقه، الكبد يصب بالجول بلادر، والجول بلادر راح تنفتح وين؟ بالامعاء الدقيقه، وهكذا. هاي اول شيء. الشغله الثانيه انه وظيفه هذه الاعضاء الاكسسوري هي مشتركه مع الجهاز الهضمي، يعني هي عندها عده وظائف ولكن جزء من وظيفه هذه الاعضاء يكون مشترك مع وظيفه الجهاز الهضمي اللي هي الهضم والامتصاص، ولذلك نسميهن اكسسوري اورجان. واضح؟ هاي حكيناها سابقا احنا وهسه دا اعيدها. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه طلاب، الشغله الثانيه انه من اريد احكي على البنكرياس والكبد اذكرهم ويا الامعاء الدقيقه السمول انتستين. واي؟ لماذا؟ ليش؟ ليش من اريد احكي على الكبد والبنكرياس لما اشرح القناه الهضميه السمول انتستين الامعاء الدقيقه اتطرق للبنكرياس والكبد؟ استاذ لان البي اتش قاعدي لا بعد، يساعد الامتصاص. لا مو توني حكيتها، لان القنوات تفتح في القناه الهضميه السمول انتستين بالامعاء الدقيقه. قنوات البنكرياس وين تفتح؟ بالامعاء الدقيقه. قنوات الكبد وين تفتح؟ والصفراء بالامعاء الدقيقه. فاذا هن تابعات او تنفتح بالامعاء الدقيقه، وظيفتهن تكون في الامعاء الدقيقه بالسمول انتستين. واضح؟ واضح طلاب؟ واضح استاذ. زين، بيا مكان بالامعاء الدقيقه تفتح قنوات البنكرياس وقنوات الصفراء والكبد؟ صار بالاثنا عشري. احسنت، بالدودينام، بالاثنا عشري. احنا قلنا الامعاء الدقيقه ذاك الاسبوع خذيناها هي ثلاث مناطق، دودينام اليوم جيوجينام. الدودينام الاثنا عشري مباشره صاير ورا الاستومج، ورا المعده، بينما الجوجينوم والإليوم اللفائفي يصيرون وراء الدودينوم، يعني بعد الاثنا عشر. نجي اليوم ناخذ البنكرياس. البنكرياس هو عضو، شنو هذا العضو؟ شو يتميز؟ او شنو طبيعة هذا العضو؟ ها طلاب؟ غدي افرازي. غدي، نعم احسنت. البنكرياس هو غده. طلاب اريدكم تنتبهون على الشرح رجاء. اول شيء عندكم امتحان الاسبوع الجاي، والشغله الثانيه
انه لازم تسمع الشرح وتفهمه، لان هذا ضروري عندك بالامتحان. من راح تقرا المحاضره بعدين اكو شغلات راح تصير عندك مبهمه ما تعرفها، فاريدك تسجل وياي ملاحظات وتنتبه تخلي تركيزك وياي. شكو شيء هسه انت ملتهي بيه عوفه زين، البنكرياس هو غده. ما طول حكينا موضوع الغده لازم اجي شويه احكي لكم على الغدد حتى نفهم البنكرياس هو شنو. اول شيء الغدد بجسمنا نوعين. من يجون العلماء المتخصصين بالفسلجه يقسموا لك الغدد الى قسمين او نوعين. نوع يسمونها اكزوكراين جلاند، الغدد ذات الافراز الخارجي، اكزو معناها خارجي، والغدد ذات الافراز الداخلي الاندوكراين نسميها الصماء. شنو الفرق بيناتهم؟ هسه اجي الاكزوكراين هذه الغدد، طبعا من اقول غدد او هاي اقول غده، هي عباره عن مجموعه من الخلايا الطلائيه، طبعا ابيثيليال، لان يعني انا حكيت على الخلايا الطلائيه سابقا وقلت انه الخلايا الطلائيه موجوده بمكانين، باسطح الجسم وبالغدد. فالاكزوكراين جلاند هي الغدد بها مجموعه من الخلايا، هذه الخلايا متخصصه بانتاج مواد. راح احكي بشكل عام، ها طلاب الحكي اللي دا احكي بشكل عام، بعدني ما وصلت للبنكرياس. انا من ذكرت البنكرياس هو غده لازم اعلمك هو شنو الغده. الغده هي عباره عن مجموعه من الخلايا المتخصصه بانتاج مواد معينه او ماده واحده حسب نوع الغده، وهذه قد تكون اكزوكراين. الاكزوكراين هذه الغدد تتميز بوجود قنوات. شنو يعني قنوات؟ يعني هاي الغدة وأكو قناة تربط الغدة بالفتحة اللي راح تطلع من عندها المواد. أضرب لك مثال مثل الغدد العرقية الموجودة بالجلد. الغدة وين موجودة؟ جوه تحت طبقة الإبيديرم تحت الجلد، ولكن العرق وين يطلع؟ يطلع على الجلد. معناها هاي المادة العرقية السويت العرق راح تفرز الغدة ويمر عن طريق قناة إلى خارج الجلد. فوجود القناة سميناها إكزوكراين. فالغدد اللي تحتوي على قنوات نسميها إكزوكراين، بينما الاندوكراين لا تحتوي على قنوات. يعني هاي الغده وهذا الدم قبل الافراز مالتها يروح للدم، بينما الاكزو افرازها ما يروح للدم، يروح الى انسجه او اعضاء معينه. يعني اللي موجودات بالجهاز الهضمي يروح عن الافرازات للجهاز الهضمي يساعدا بالهضم، بالجلد تروح الافرازات للجلد خارج الجلد ما يروح للدم. فهاي صار فرقين، الاكزوكراين غدد تحتوي على قنوات، الاندوكراين غدد لا تحتوي على قنوات. الاكزوكراين الافرازات لا تذهب الى الدم، ما لها علاقه بالدم. الاندوكراين الافرازات تذهب الى الدم مباشره. الاكزوكراين هي عباره عن مواد متنوعه مثل العرق، الغدد الدهنية بالجلد، مثل العصارات الهاضمة بالجهاز الهضمي، يعني مواد مسؤولة عن الهضم. بينما الاندوكراين، من أقول اندوكراين يعني هرمونات، ما عندنا غيرها. الغدد الاندوكراين تفرز لك هرمونات، وهاي الهرمونات تروح للدم مباشرة بدون قناة. يعني هي الغدة مفتوحة على الدم، مفتوحة على المجرى الدموي، الافرازات مالتها قبل تروح للدم، لذلك سموها صماء يعني عديمة القناة.
واضح طلاب؟ واضح. واضح أستاذ. زين، الاندوكراين، امثله على الاندوكراين، انطوني فد امثله على الغدد الصماء. الغدد الدرقية. نعم، مثل الغده الدرقيه، الثايرويد، هاي اللي في الرقبه. بعد الغدة النخامية. الغده النخاميه، البيتيوتري جلاند، سيده الغدد، موجوده بالدماغ جوه الهايبوثالاموس. بعد الغده الادرينال جلاند اللي فوق الكلى، كظرية. الكظريه. الكيستس، الخصيتين للرجال، غدد اندوكراين. الاوفري، المبايض بالنساء، اندوكراين. هذه امثله على الغدد الصماء اللي تفرز لك هرمونات، اما الاكزوكراين ما تفرز هرمون. واضحه الفكره صارت؟ واضحه طلاب؟ نعم أستاذ، واضح. استاذ واضح. من اجي احكي على البنكرياس راح اشوف انه البنكرياس هو الغده الموجوده في الجسم التي تختلف عن كل الغدد. شلون تختلف؟ باحتوائها على جزء اندوكراين وجزء اكزوكراين في نفس الوقت. غده البنكرياس هي كومبلكس اورجان، عضو معقد ذو جزئين. جزء يكون مسؤول عن افرازات تذهب الى الدم مباشره سميناه اندوكراين، وجزء تذهب افرازاته الى الجهاز الهضمي سميناه اكزوكراين، اللي هي العصارات الهاضمه اللي تفرزها الاكزوكراين بارت اوف ذا بنكرياس. واضح طلاب؟ واضح؟ واضح استاذ. اختلف هنا البنكرياس عن بقيه الغدد. كل الغدد بالجسم هي يا اما اكزو يا اما اندو، ما عدا البنكرياس. فهذه الغده تحتوي على اندو واكزو في نفس الوقت. زين، نجي للاندوكراين. الجزء الاندوكراين بارت من البنكرياس متمثل بجزيرات لانجرهانز، كنا سامعين بها. جزيرات لانجرهانز، islets of Langerhans consist of pancreatic islets، يعني جزيرات البنكرياسية اللي تطلق أو يطلق عليها اسم islets of Langerhans. طبعا هاي الاس صامتة ما تلفظ، islets of Langerhans. هذه جزيرات لانجرهانز تحتوي على خلايا صماء، يعني متشكلة على شكل غدة صماء، تفرز لنا هرمونات اثنين. شوف، اندوكراين يعني تفرز هرمون، مو تفرز انزيم يروح للهضم، لا لا لا، اندوكراين غدة صماء، الغدة الصماء تفرز هرمون. فالهرمونات اللي تفرزهن او يفرزهن البنكرياس او الجزء الصم من البنكرياس هو هرمون الانسولين وهرمون الجلوكاجون، which are very important in controlling the blood levels of glucose، مهمات جدا في تنظيم نسبة السكر بالدم. اول شيء، نسبة السكر بالدم ايش قد الطبيعية؟ طبعا 80 الى 120، هذا مصدر، اكو مصادر تقول 75 لل 130، يعني كبر الرينج. اكو مصادر تقول 70 لل 135، كبر الرينج بعد اكثر لل 135. يعني هذه يعني المصادر تختلف. ليش تختلف المصادر؟ لان هذا اللي يالف لك المصدر راح يعتمد على دراسات بمنطقته. احنا للاسف بالعراق ما عندنا دراسات، طبعا هيك دراسات لازم تكون عملاقه، يعني ياخذ لك فد 3000 5000 شخص، مليون شخص اذا يقدر، وينطي فد رينج لمستوى او معدل السكر يقول بالاشخاص او بالعراقيين. ما عندنا هيك دراسه. زين، هم هناك عندهم هيك دراسات، فانطوا فد رينج نشوف. هذا المصدر يقول 80 لل 120، يعتمد على يعني على المكان اللي هو سوى بالدراسه.
هذا المصدر يقول 75 لل 120، هذا المصدر يقول 70 لل 135 وهكذا. فاحنا نتبع المصدر الوسط اللي يقول 75 الى 130، طبعا لازم نذكر الوحده اللي هي ملي غرام بير، يعني على ديسي لتر، يعني على الملي متر المكعب الواحد. هذه هي نسبه الجلوكوز الطبيعيه بالجسم. هذا الشخص الصحيح اللي ما عنده أمراض، اللي ما عنده داء السكري، السكر مالته لا ينزل جوا 70-75 ولا يصعد فوق 130-135. لو تاكل هسه تنكت دبس السكر مالتك ما يصعد فوق 130-135. ليش؟ لأن عندك هرمون الانسولين. ايش راح يسوي الانسولين؟ ايش راح يسوي؟ يقلل مستوى السكر بالدم. اها، اذا الانسولين وظيفته هي ديجريز، اكتبها اذا تشوفون، ديجريز جلوكوز ليفل، خفض معدل الجلوكوز بالدم. شلون يخفض معدل الجلوكوز بالدم؟ شلون؟ اكو حد عنده معلومه؟ يفتح مستقبلات بالخلايا. احسنت احسنت. بعد استاذ يحلل الدهون استاذ؟ لا لا، ما له علاقه بالدهون، هذا هذا عنده ابو السكري، هذاك موضوع ثاني اجي له بعدين. شوفوا طلاب، الانسولين انا ليش احكي لكم هذا الحكي؟ مو ايد اتعب نفسي ولا اطلبه منكم بالامتحان. اول شيء هذا الحكي ده احكي ما مطلوب منك بالامتحان، ثانيا ما مطلوب من عندك كماده علميه، يعني ما مطلوب من عندك بالملزمه ما شارحه اني. انا دا احكي حتى انت تستفاد من عنده، حتى تصير عندك معلومات تقدر باكر عقبه تتناقش، تقرا لك كتاب، تقرا لك بحث، انت عندك معلومات براسك تعرف هذا شنو قاعد يحكي. زين؟ فإلكم دا أفيدكم. الإنسولين طلاب تخيله، أنت تخيله كأنما هو مفتاح. المفتاح شو يسوي؟ يفتح لك قفل، يفتح لك باب. الإنسولين راح يجي على الخلايا، أكو قفل خاص بالإنسولين، ريسبتر يعني، راح يجي الإنسولين يفتح هذا الريسبتر، يفتح هذا الباب، يدخل الجلوكوز للخلية. الانسولين راح يفتح لك بوابة خاصة لدخول الجلوكوز الى داخل خلايا الانسجة. بدون انسولين الجلوكوز ما يقدر يدخل، راح يبقى بالدم. وضحت؟ وضحت لهنا؟ اي نعم سر. ما عدا، شوف، ما عدا الجهاز العصبي، يعني الخلايا العصبية، فإنها لا تحتاج إلى إنسولين لدخول السكر. يعني شنو؟ يعني الباب مال السكر بالخلايا العصبية مفتوح بدون إنسولين. ليش؟ لأن الخلايا العصبية تحتاج طاقة 24 ساعة، فهي ما تعتمد على الإنسولين. هاي عود يجي الإنسولين يفتح لها الباب، هاي شغلة داتش. زين؟ فالباب مال الخلايا العصبيه مفتوح. لذلك نشوف الاشخاص المصابين بالسكر من يصعد عنده السكر 500 550 600، وحده من الاعراض اللي تصير عنده كوما، يغمى عليه او يقوم يهذري او يصير عنده ديفكت بالبرين. ليش؟ لان تخيل انت كل الجلوكوز دخل للجهاز العصبي، الخلايا العصبيه صارت كلها طاقه. الجلوكوز احنا ليش نستخدمه؟ لان هو ابسط ماده نحلل من عندها طاقه، بسرعه يتحلل، بسرعه نحصل 38 اي تي بي. صحيح احنا نقدر نحصل على الطاقه من البروتين من الدهن، بس نحتاج فتره، نحتاج ميتابوليزم باث واي اعقد من السكر. الجلوكوز بسرعه يتحلل، لذلك الخلايا العصبيه وخلايا الجسم تحتاج الجلوكوز لاستخلاص الطاقه. زين، هنا اجتك السكر صعد عنده،
التم الجلوكوز بالبرين، سوى عندك ديفكت، صارت عندك طاقه عاليه بالجهاز العصبي المركزي، فالمريض راح تظهر عليه اعراض من ضمنها الكوما والاغماء. بعد الانسولين يروح على الكبد، يقول للكبد حول الجلوكوز الزائد الى كلايكوجين، حوله الى كلايكوجين. بعد هواي اكو مسارات للانسولين، بس انا هسه وضحت لك الفكره. تخيل ان الانسولين هو مفتاح يجي يفتح لك الباب بالخلايا حتى يدخل الجلوكوز للخلايا ما عدا خلايا الجهاز العصبي. الجلوكاجون هذا شو يسوي؟ شو يسوي هذا؟ انكريز يزيد مستوى احسنتم، هذا عكس الانسولين، هذا انكريز جلوكوز ليفل. اي انت اذا صايم صار لك يومين ما ماكل زين، او ذول اللي ما ياكلون سكريات نهائيا بحجه سيدي يضعف وجلوكوز ما عنده، يجي هذا الهرمون يشتغل. هذا الهرمون شو يسوي؟ هواي شغلات. من وحده من الشغلات يجي على الكبد، يقول للكبد حول الكلايكوجين الى شنو؟ الى جلوكوز. شوف قلت لك يقول للكبد، مو هو يحول، هرمون، هرمون هو ينطي امر ما يدخل بالتفاعل. انا حكيت لكم ذاك اليوم الفرق بين الهرمون والانزيم، الهرمون ما يدخل بالتفاعل ما له علاقه، الهرمون ينطي امر، يجي على الكبد ينطي امر حول لك لايكوجين الى جلوكوز، وهاي هي بعد الكبد هو يتصرف، مو مثل الانزيم، الانزيم يدخل بالتفاعل يدخل بالمعركه ويساهم بعمليه تحلل المواد. هيك فهموها طلاب القضيه، مو تدرخها، فهموها، فهموا الجسم شلون قاعد يشتغل زين. فما طول ده نحكي على الانسولين وعلى الجلوكاجون، خلي شويه فد نحكي في الدقيقه دقيقتين على داء السكري، باعتبار هذا مرض كلش مشهور عندنا. طلع داء السكري هواي انواع، اشهر هاي الانواع اربع، تايب 1، طبعا داء السكري بالانجليزي اسمه دايابيتيك ميليتس، دي ام، اختصار دي ام. فعندنا دي ام تايب 1 النوع الاول، عندنا دي ام تايب 2 النوع الثاني، عندنا الجستيشنال دي ام، وعندنا الدايابيتيك انسيبيدس اللي خذيت لكم اياه بالجهاز البولي. ده تسمعوني طلاب؟ واضح صوتي؟ اي نعم صفا. نعم. النوع الاول من داء السكري هذا اكثر شيء يصير بحديثين يعني اطفال او في مرحله Childhood، مرحلة الطفولة. هسه واحد يقول لي شنو سببه؟ أقول له هواي أسباب، أسباب مناعية وأسباب وراثية وأسباب بيئية. يعني مرات نشوف الطفل هو عنده استعداد وراثي إنه يصير عنده داء السكري النوع الأول، بس عمره 12 سنة يلا ظهر عنده المرض، ونشوف أكو طفل ثاني عمره سنتين ظهر عنده المرض. ليش؟ ساهم في ذلك عوامل بيئية. هذا احتمال صار عنده أمراض معينة أو تعرض إلى فد مواد معينة خلت المرض يظهر عنده وهو عمره سنتين، وذاك الثاني لا صار عمره 12 سنة يلا ظهر عنده المرض، واحتمال نهائيا ما يظهر. على كل، النوع الأول يصير في مرحلة الطفولة الأغلب، ها لا أقول أكثر، ما قلت الكل، ما عندنا شيء نجزم به بالطب نقول كل الامراض تصير يعني بهيك فتره مرحله، لا زين. هذا شنو سببه؟ النوع الاول سببه انه جزيرات لانجرهانز الغده الصماء بالبنكرياس تتحطم، تموت هاي الخلايا او يصير بها مشكله، لذلك هذول يصير عندهم الانسولين قليل او معدوم نهائيا، ما عنده انسولين، ما عنده انسولين. ايش راح نعالجه؟ ننطيح هذه الابر مال الانسولين اللي كلكم شايفيها او سامعين بها، يضرب المريض ابر تحت الجلد من الانسولين، ما عنده هرمون احنا نوفر له الهرمون. هذا النوع الاول. النوع الثاني تايب 2 يصير عنده كبار السن،
يعني مبدئيا ورا العقد الثالث من العمر، يعني ورا الأربعين سنة، ورا الخمسة وثلاثين سنة تبدي يظهر النوع الثاني تايب 2. النوع الثاني مشكلته مو البنكرياس طلاب، مشكلته مو البنكرياس، البنكرياس ما بي شيء، انسولينه كل شيء ما بي، المشكلة وين؟ المشكلة بالخلايا. أنا شنو قلت لكم قبل شوي؟ قلت لكم تخيل إنه الإنسولين هو مفتاح، المفتاح غير يجي يلقى قفل، هذا الإنسولين من يوصل للخلية يريد يرهم على القفل ما يرهم، يريد يرهم على الريسبتر ما يرهم، الريسبتر صار بي مشكلة مال الخلايا، لذلك يسمونها إنسولين ريزيستنس، مقاومة الإنسولين، جسمه دا يقاوم الإنسولين، جسمه ما دا يستقبل إنسولين. يعني أبو النوع الثاني هاي الكبار السن من يصير عندهم سكر، البنكرياس ترى ما بي شيء، المشكله بالخلايا، خلايا الجسم مالته ما قاعد تستقبل انسولين. ليش ما تستقبل انسولين؟ لان يعني الريسبتر صار بيه مشكله، واحد اسباب حدوث مشكله بهذا الريسبتر هي الاوبيسيتي، السمان، السمنه هي احد الاسباب. شوف انتبه للحكي، احد، ما قلت سبب رئيسي، لا التدخين ممكن يعتبر سبب، الكحول تعتبر سبب، بعض الأدوية، بعض الأمراض، بعض الأمراض الوراثية الثانوية تعتبر سبب، بس السبب نقول عليه الأكثر شهرة إنه الأوبيسيتي، السمنة، تعتبر عامل predisposing for detection of type 2 diabetic mellitus. أستاذ ممكن سؤال أستاذ؟ نعم تفضل. أستاذ بالنسبة للنوع الأول أستاذ. نعم. اللي ننطيه إنسولين أستاذ. نعم استاذ، اذا توقفت نقول توقفت البنكرياس استاذ، اي يعني نهائيا، اي يعني استاذ راح يموت البشر لو لا استاذ؟ لا مو دا اقول لك، لا 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 راح نعطيه انسولين استاذ، يعني فجمله يمسه ما اخذ الانسولين، اي مو راح يصير عنده مشكله، راح يصعد عنده السكر، يصعد عنده فوق ال 500 فوق ال 600. زين هذه راح تقول لي تصير مضاعفات، مو تقول لي يموت، هو ممكن يؤدي الى الوفاه، بس انا ما اقول قبل يؤدي الى الوفاه، لا راح تصير عنده مضاعفات، ممكن يضرب لك شبكيه العين يعمل، زين يضرب لك الجهاز العصبي، يصير عنده mental retardation. زين بالنسبه للعين الساده اللي يضربها سكر، نعم يعني يضرب العصب لو لا لا لو يضرب الشبكيه، يضرب الشبكيه مال العين، الشبكيه. نعم شلون راح يدخل هذا الجلوكوز على البروتينات اللي موجوده في شبكيه العين، يتحد وياها تصير عمليه جلايكوزليشن، عمليه اضافه مجموعه السكر الى هاي البروتينات، وتصير هاي البروتينات غير فعاله، غير نشطه، ما تؤدي وظيفتها، فيصير عنده خلل بالرؤية وقد يؤدي إلى العمى. هذا موضوع مفصل، هو أبو السكري الجرح مالته ما يلتئم بسرعة، ليش؟ هاي أكو ميكانيكية أخرى، واضح؟ فهو الموضوع مفصل وبتفاصيل، بس أنا دا أنطيك فد رؤوس نقاط أنت تقدر تمشي عليهن بعدين. ساد نعم ساد بالنسبة للنوع الثاني ساد، نعم الأنسولين جاي يوصل للخلايا ساد مو بالضبط ساد؟ اي نعم اي استاذ، ما جاي يدخل مو ما يدخل ما يدخل، هو مجرد مفتاح يرتبط مع الريسبتر لفتح البوابه الخاصه بدخول الجلوكوز. استاذ بالنسبه للعلاج اللي ياخذه، العلاج اللي راح ياخذه، مو انا هسه دا احكي عنه، العلاج اللي راح ياخذه هو مجرد منظمات للجلوكوز، ما ننطي انسولين. اذا تشوف ابو السكر لذلك كبير بالعمر ننطي هاي الحبوب القبرصي، ياخذهن حتى ينظم له الجلوكوز تنظيم، يعني يا اما يمنع عن امتصاص الجلوكوز بالامعاء، يا اما يحطمن او يكسر الجلوكوز اللي بالدم، هواي هواي عندنا انواع من الادويه، واضح؟ ما يعتمد على الانسولين، لذلك النوع الثاني يسمونه انسولين اندبندنت دايابيتيك ميليتس، واضح؟ دايابيتيك ميليتس الذي لا يعتمد على الانسولين. استاذ ممكن سؤال بس العفو ثواني، لان اتصال مهم جايني، ثواني واجيكم. ثواني حبيبي.
العفو طلاب، اعتذر على التأخير. اي وين كنا نحكي طلاب؟ من كان عنده سؤال؟ طلاب. نعم استاذ. نعم نعم استاذ. نعم استاذ استاذ كنا نحكي عن النوع الثاني استاذ ما نعم سكر استاذ. نعم استاذ بالنسبة للارتفاع مال السكر في الدم استاذ، نعم لا ظل فترة زمنية استاذ يعني في صعود، اي يعني استاذ شنو العمل اللي راح نقلل السكر بالدم استاذ؟ هو انت من راح يصعد عندك السكر بالدم، شنو المصدر او شنو المصير، خلينا نقول الفيت لهذا السكر؟ راح يدخل الجهاز العصبي، راح يدخل بخلايا الجهاز العصبي، بعد راح يرتبط مع البروتينات بشكل عام، من ضمنها البروتينات مالت البلازما، ويأثر على وظيفتها. يعني هذا السكر من راح يرتبط مع البروتين راح يأثر على وظيفتها، ايضا راح يرتبط حتى بالهيموغلوبين. اذا سامعين بالاتش بي اي 1 سي، هو قياس نسبه السكر المرتبط مع الهيموغلوبين بخلايا الدم، وايضا راح ياثر على وظيفتها. زين، وبعد ايضا اكو شغله هم مهمه، احنا ليش ننصح ابو السكر النوع الثاني يلعب رياضه؟ نقول له امشي، اركض، مارس الرياضه. ليش؟ لان اكو قاعده شو تقول؟ تقول انه العضلات الهيكليه عندما تعرض الى جهد، يعني رياضه، سوف تقوم بادخال الجلوكوز بدون انسولين، يعني ما تحتاج انسولين. الخلايا العضليه السكيلتال مصل راح تدخل لك جلوكوز بدون انسولين. ايش وقت؟ في حاله الجهد، في حاله التمارين. لذلك احنا ننصحه ابو السكر، نقول له مارس رياضه. ليش؟ حتى يحرق السكر. وين يحرقه؟ يحرقه بالعضلات. واضح؟ وضحت الفكره؟ وضحت. نعم، هذا بالنسبه للنوع الثاني. النوع الثالث اللي هو الجستيشنال دي ام، هذا الحوامل، يسمونه داء السكر الحوامل، هذا يصير في مرحله الحمل بالاشهر الثلاثه الثاني السكند، يعني الثانيه، يعني عندنا مو اول 3 اشهر، ثاني 3 اشهر ممكن يصير. هذا يصير عند النساء، في بعض النساء، ويختفي عادة بعد الولادة، بعد الدليفري. أما النوع الرابع اللي هو الانسبيدس، اللي هو قلنا هذا داء السكر الكاذب، هذا سببه مو سكر، هذا سببه خلل في هرمون الانتي دايورتيك هرمون، نقص في هرمون الاي دي اتش، وهذا حكيته بالجهاز البولي. هاي شوية انطيتكم معلومات انا هسه، شوية كلش قليلة، عن موضوع الانسولين والجلوكاجون شلون يشتغلون، وداء السكري باعتبار هذا المرض مشهور عندنا بالشرق الاوسط. واضح طلاب؟ واضح؟ واضح استاذ. شكلت الحاسبه، شكلت، ما شنو السالفه. زين، على كل طلاب، نجي هسه علما للجزء الثاني اللي هو الاكزوكراين، الجزء مال البنكرياس اللي مسؤول عن افراز العصارات الهاضمه. من قلت اكزو يعني هذه غده تحتوي على قنوات، هاي اولا، افرازاتها لا تذهب الى الدم، هاي ثانيا، وافرازاتها ليست هرمونات. هنا بهاي الحاله هي عباره عن عصارات هاضمه مو هرمونات، الهرمونات تفرزها الاندوكراين. واضح طلاب؟ واضح؟ واضح استاذ، واضح. نعم، فنجي هسه الاكزوكراين بارت اوف بنكرياس، يتكون من كومباوند اسينار جلان. طبعا هاي شنو كومباوند اسينار؟ هذه القنوات، احنا مو قلنا الاكزو بقناه، فالقنوات بها انواع، هذه كومباوند يعني معقده، اسينار يعني مرتبطه، ترتبط بقنوات ثانويه، فيسموها الكومباوند اسينار، يعني يصنفون هذه الاكزوكراين برودوس دايجستيف جوز او انزيمز. انا اقول نفضل انه نشيل انزيم، نحط جوز، عصارات الهاضمه، العصارات الهاضمه البنكرياسيه. زين، شوف هنا هذا الاكزوكراين، العصارات الهاضمه ابروكسيميتلي 1.5 لتر بير داي، يعني لتر ونص باليوم، لتر ونص من العصارات البنكرياسيه تفرز يوميا، كمية كبيرة، بينما الهرمونات
كميات جدا قليله بالميكروغرام. هاي وحده من الفروقات اللي ذاك اليوم حكيت عنها بذيك المحاضره، الفرق بين الهرمون والانزيم. زين، بعد هذه الافرازات، هاي السكريشن، هاي العصارات الهاضمه، انت هذه دودينام تدخل للاثنا عشري فيا تو بنكرياستيك داكت عن طريق قناتين بنكرياسيه. تنفتح وين هاي القنوات؟ بالاثنا عشري. زين، هاي القنوات، هذه الافرازات، هاي العصارات الهاضمه تحتوي على different component، مكونات مختلفه. اول شغله عندنا ال NaHCO3 بيكربونات الصوديوم، هذا شو يسوي؟ بفا بي اتش اوف كايم. يعني شنو؟ من يفسر لي اياه؟ شنو يعني بفا بي اتش اوف كايم استاذ؟ يحافظ على البي اتش، يعني بعد حلول بفر استاذ، بعد استاذ يعني حامضي. اول شغله خلنا اسالكم سؤال، الطعام اللي قادم من المعده الكايم الكيموز شو يكون، حامضي لو قاعدي؟ حامضي. حامضي بالامعاء ايش راح يتحول؟ قاعدي. قاعدي بالامعاء راح يتحول قاعدي. شلون يتحول قاعدي؟ كيف يتحول قاعدي؟ اكو مواد قاعديه، هذه هي ماده قاعديه ال NaHCO3، ماده قاعديه قلويه راح تحول لك الكايم الى قاعدي. زين، السؤال اسالكم سؤال، ليش تحوله قاعدي؟ هو خليه حامضي، شنو المشكله؟ مثل ما كان بالمعده حامضي، خليه بالامعاء حامضي. ليش تحوله قاعدي؟ الامعاء ما تتحمل. لا، ليش ما تتحمل؟ عندها عندها غشاء مخاطي، مثل ما المعده عندها غشاء مخاطي، الامعاء هم عندها غشاء مخاطي. غشاء المخاطي موجود بكل الجهاز الهضمي. ساعد على الامتصاص بالامعاء؟ لا، ما له علاقه بالامتصاص. اكو شغله مهمه قلتها ذاك اليوم وعدت وصقلت بيها. ليش؟ لان انزيمات الامعاء لا تعمل بالوسط الحامضي. الله يخليكم طلاب، انتبهوا للشرح مالتي. هاي شو راح تجاوبون انتم بالامتحان اذا ما تنتبهون؟ انا شنو قلت؟ ليش قلت المعده وسطها حامضي؟ لان الانزيمات مالت المعده تعمل في الاوساط الحامضيه، وانزيمات الامعاء تعمل بالاوساط القاعديه. لذلك احنا ضروري انه نحول الطعام من حامضي الى قاعدي. ليش؟ حتى نساعد الانزيمات بالعمل، حتى تشتغل الانزيمات. اعيد بعد؟ لا استاذ، واضحه كلش. مو هاي انا هاي، رجعوا للتسجيل، رجعوا للتسجيلات مال المحاضره الاولى الجهاز الهضمي والمحاضره الثانيه، شوف انا قلتها لو ما قلتها. الله يخليكم طلاب، انتبهوا علي، انا لما جاي دا اشرح حكي ودا اتعب، والله اقدر هاي احكي لكم بس رؤوس نقاط وامشي الماده شلون ما كان. روحوا شوفوا بقيه الشعب، والله خلصوا المواد، خلصوا المواد. اكو اساتذه خلصوا المواد، الله وكيلك، حايرين حايرين هاي الاسابيع ايش ينطون. سووا مراجعه للماده وانا بعد لي اربع محاضرات، يلا اخلص الماده. ليش مجبور انا اشرح بهالشرح هذا واطلع من المحاضره واجي واعيد واسقيل؟ غير على مودكم. اذا انتم تتابعون وياي وملتهين بغير شغله وانا بوحدي اشرح، شنو الفائده؟ استاذ وين استاذ ما بغير شغله. الله يخليكم طلاب، انتبهوا، نسجل ويا المحاضرات استاذ، والله ادري، والله يساعدكم، فوقه فوقه، الله يساعدكم. بس موضوع الفسلجه ده تشوفون انتم الفسلجه معضله، انا اقول لك اياها معضله. ليش معضله؟ لان صعبه وتريد فهم، فانت خلي التعب مالتك ويا الفسلجه. ليش؟ سجل ملاحظات وانتبه استاذ جعفر شنو جاي يشرح، لان هذول مهمات بالامتحان. استاذ هسه احنا جاي نجاوب وياك، بس اكو كم سؤال يعني ننساهم مرات، لان المعلومات كلش هواي، كلش بالفسلجه هواي المعلومات. صحيح وياك انا، بس هاي الشغلة أنا ركزت عليها، قلت إنه الإنزيمات تعمل في وسط مناسب إلها، أس هيدروجيني وحرارة مناسبة. يعني إن شاء الله إذا بالمستقبل تأخذوا موضوع الإنزيمات راح تشوفون إنه هذا الإنزيم يعمل في وسط حامضي ودرجة حرارة 40، هذا الإنزيم يعمل في أس هيدروجيني 4.5
مثلا الا 4 ونص يلا يشتغل. وهكذا كل انزيم له اس هيدروجيني خاص به او رينج، يعني مو شرط اس واحد، يعني عندك رينج، يعني اكو عندنا انزيمات تعمل بي اتش من 7 إلى 8.5 خلينا نقول مثلا، يعني من متعادل الى شويه قاعدي وهكذا. فانزيمات المعده اللي هو البيبسين وجماعته يعملون في وسط حامضي، اما انزيمات الامعاء تعمل في وسط قاعدي. لذلك اول شغله تسويها الامعاء انه تعادل النيوتراليزيشن، قلناها بالمحاضره الاولى، النيوتراليزيشن معادله حموضه المعده، تعادل حموضه المعده. ليش؟ حتى تخلي الانزيمات مالت الامعاء تعمل. فهذه ال NaHCO3 البيكربونات الصوديوم هاي شغلتها. الشغله الثانيه عندنا بنكرياستيك اميليز، هذا الاميليز وين شفناه؟ استاذ شفناه باللعاب بالبدايه، نعم، وبعدين بالمعده وبالبنكرياس. اها، وهسه بالبنكرياس، يعني من ثلاث مناطق. ثلاث مناطق. واحتمال بعد اكو شغله انتبه لها، احتمال هو نفس هذا الكيموز اللي طالع من المعده باقي بيه اميليز، باقي بيه الاميليز اللي جاي من اللعاب واللي جاي من المعده حتى يكمل الهضم مال الكربوهيدرات، ويجي بعد عندك اميليز من البنكرياس. فصار عندك ثلاث مصادر للاميليز، من اللعاب ومن المعده ومن الامعاء. وبعد اكو شغله هاي بدون ما اقول لك اياها انت المفروض تفهمها، الاميليز اشتغل باللعاب واشتغل بالمعده وسطها حامضي واشتغل بالامعاء وسطها قاعدي. شنو معناها؟ معناها انه الاميليز الاس الهيدروجين الى واسع، الرينج مالته واسع، يعني يقدر يشتغل بالوسط الحامضي والمتعادل والقاعدي، مو مثل البيبسين. البيبسين مال المعده ما يشتغل الا وسط حامضي. تمام، نجي بعد الانزيمات اللي يفرزها البنكرياس، عندنا تريبسينوجين والكيمو تريبسينوجين. طبعا هذا الاوجين شنو معناه في نهايه الكلمه؟ مثل ما قلنا بيبسينوجين استاذ معناته غير مفعل. اها، معناها انه هذا الانزيم لا يعمل، غير فعال. نعم استاذ. فهذا الكيمو تريبسينوجين والكيمو تريبسينوجين معناه هذا ان الانزيمات ما يشتغلن، راح يتحولن الى تريبسين اللي هو الانزيم الفعال، وهذا الانزيم هو احد انزيمات البروتييز. شنو يعني بروتييز؟ انزيمات الهاضمه للبروتين. اها، انا قلت البروتييز هي مجموعه من الانزيمات، واحد من عندها خذيناه بالمعدة البيبسين، بس ذاك البيبسين يعمل بالوسط الحامضي. أما التريبسين هو بروتييز ولكنه يعمل بالوسط القاعدي، يشتغل بالأمعاء، لأن البيبسين مال المعدة بعد ما يقدر يشتغل بالأمعاء، لأن الأمعاء صار الوسط مالتها قاعدي. وضحت الفكرة؟ البيبسين حتى لو إجا ويا الكيموز بعد ما يفيدنا، لان الامعاء راح تحول الكيموز الى قاعدي، بعد البيبسين ما يقدر يشتغل، البيبسين الى وسط حامضي يلا يشتغل زين. الامعاء ايش راح تسوي؟ هاي البروتينات اللي بعدها ما تكمل هضمها راح تفرز لك التريبسين اللي يعمل بالوسط القاعدي. ها، وضحت؟ اي استاذ وضحت. تمام. اللايبيز هي الانزيمات اللي تهضم الدهون، بس الدهون عندنا بيها فقره سنجيها بعدين، يعني الدهون احنا قلنا ما نقدر نهضمها الا نسوي لها اميولسيفاي استحلاب، ما عدا انواع قليله ما تحتاج استحلاب اللي ايضا ممكن ان تنهضم في المعده. فاللايبيز هي الانزيمات اللي تهضم الدهون. طبعا شوفوا هذا الرسم، لا تشوفون هذا الرسم طلاب؟ تشوفوا شوفوا طلاب ركزوا وياي، شوفوا هذا الاكزوكراين هاي بالازرق، اكزوكراين بورشن اوف بنكرياس. هذا الاكزوكراين شوف هاي عباره عن مجموعه من الخلايا سيارات غده، راح يفرزن الافرازات، الافرازات راح تمر عن طريق قناه، ما طول اكو قناه، يعني هذا اكزو
وهاي القناة راح ترتبط بقناة أخرى مركزية، وهاي القناة المركزية راح تصب الأثنى عشر. هذا الإكزو، العصارات الهاضمة تنفرز عن طريق الإكزو كراين. أما الإندوكراين شوف ذن الزرق، ذن الدوائر الزرق مجموعة من الخلايا لونهن أزرق بدون قنوات. ها هذني جزيرات لانجرهانس، الإفرازات مالتها مباشرة للدم للبلد، سميناهن إندوكراين للدم اللي هو هرمون إنسولين وغلوكاغون، مو إنزيمات هاضمة. الإنزيمات الهاضمة ينفرزن من الجزء اللي هو إكزوكراين، الهرمونات ينفرزن من الجزء اللي هو إندوكراين. واضح؟ واضح طلاب؟ واضح استاذ. نجي هسه الى موضوع اخر اللي هو الكبد الليفر. هذا ابو المي الار والله اللي زق هنا بهذا الفرع. هاي بكل محاضره استاذ. هسه نزق رايح راد رايح راد. زين طلاب، الكبد يعتبر the largest internal organ. internal يعني داخلي، الاعضاء الداخليه. شوف الطلاب، يعتبر اكبر الاعضاء الداخليه من حيث الوزن. يعني اذا اجي اوزن الاعضاء اشوف انه الكبد هو اكثر الاعضاء وزنا، ولكن حجما بالحجم عندنا الجلد، الجلد يعتبر عضو، فالجلد هو اكبر الاعضاء من ناحيه الحجم، من ناحية المساحة. أما من ناحية الوزن فهو الكبد. زين نجي هسه طلاب، هاي الفقرة الثانية أريدكم تنتبهون عليها، الله يخليكم، كلش مهمة. الكبد ريسيف، يستلم نيوترنت ريتش بلد، يعني الدم الغني بالمواد الغذائية أو بالمغذيات. منين يستلمها؟ فروم سمول انتستاين. شلون يستلمها؟ ذي عن طريق the hepatic portal vein، الوريد البواب الكبدي. شنو هذا الوريد؟ هذا راح يربط الأمعاء بالكبد، أو يربط القناة الهضمية بالكبد. أسألكم سؤال، المواد لما يصير لها امتصاص بالامعاء او بالمعده او بالامعاء الغليظه او بالامعاء الدقيقه، من يصير امتصاص للمواد، هاي المواد وين تروح؟ ساتر تروح للدم. زين، هذا المواد من راحت للدم، هذا الدم راح يروح وين بعدين؟ للدوره الدمويه، لو وين يروح؟ للكبد. بالكبد، ما يروح للدورة الدموية. أول شيء وين يروح هاي المواد الغذائية اللي امتصاها الدم؟ تروح للكبد. بعدين من الكبد عود تروح للدورة الدموية. ليش تروح للكبد؟ ليش؟ ليش تروح للكبد؟ الكبد هنا تخيله شلون القمرق، شلون السيطرة، يقوم بعملية تنظيم. تنظيم إن من؟ أنت هنا أكلت أكل، وهذا الأكل كله كربوهيدرات تحولت سكريات، بروتينات تحولت أمينو أسيد، دهون تحولت فاتي أسيد، فيتامينات، أملاح، سوائل، مغذيات، غيرها من المواد، أدوية. هذه إذا راحت قبل المجرى الدموي اللاصت الشغلة، يعني أنت تاكل لك نستلة قبل السكر مالتك يصير 600، تاكل لك تمرايتين السكر مالتك يصير 450، ماكو هيك شيء. فهنا الدم اللي راح يطلع من الامعاء او من القناه الهضميه وين راح يروح؟ راح يروح للكبد عن طريق الوريد البواب الكبدي، هيباتيك بورتال فين، الوريد البوابي الكبدي. من يروح للكبد هنا الكبد شغله تنظيم، اجا هذا الدم، وهذا الدم غني بالمواد الغذائيه النيوترنت ريتش، ايش راح يسوي؟ راح يحول الجلوكوز الى كلايكوجين، والباقي ينطيه للدم، ينطيه حسب حاجه الجسم، حسب حاجه الدم، حتى يبقى السكر مالتنا ضمن الطبيعي.
البروتينات الامينو اسيد راح يحولها الى طاقه او يرسلها الى العضلات تخزن على شكل الياف. الدهون راح يربطها مع بروتينات، اذا سامعين بها الاتش دي ال والفي ال دي ال والال دي ال، يربطها مع بروتينات باللايبوبروتين ويرسلها الى الانسجه الدهنيه، تخزن بالانسجه الدهنيه تحت الجلد. يعني بمعنى هو راح يقسم هاي المواد بحيث يبقى الدم مالتنا النسب بيه طبيعيه. ايش ما تاكل انت السكر مالتك يبقى طبيعي، الدهون مالتك تبقى طبيعيه، البروتينات اللي بالدم تبقى طبيعيه. ليش؟ لان هاي شغل الكبد راح يسوي عمليه تنظيم، والا اذا هاي ماكو، اذا ما عندنا هيباتيك بورتر فين، معناها انت تاكل لك اكله شويه قبل الدم مالتك ينتقص مواد غذائيه. وضحت الفكره؟ وضحت؟ اي استاذ وضحت. فاذا ماني فانكشن تو ليفر بيسايد ايدنج ان دايجستشن، اكو عندنا وظائف اخرى للكبد بالاضافه الى مساعدته بالهضم، راح نجيهن وحده وحده وركزوا وياي لان هاي الشغلات مهمه. نجي الى اول شغله مهمه هي تصنيع الصفراء البايو سينثيسيس. صناعه الصفراء، من يصنع الصفراء؟ الكبد. من الخطا الشائع، من الخطا والمعلومه الخاطئه اللي شائعه بمجتمعاتنا، انه عبالهم كيس المراره او المراره الجول بلادر هو يصنع المراره، هو يصنع الصفراء. لا، الكبد هو يصنع الصفراء، ولكن كيس الصفراء هي عباره عن شلون الخزان، شلون خزان الماي تخزن انت بيه ماي، الكبد راح يصنع صفراء. وين يخزنها؟ يخزنها في كيس الصفراء اللي هي المراره احنا نسميها. وضحت الفكره؟ نعم استاذ وضح. نعم. ويصنع ما يقارب لتر باليوم، يصنع الكبد ما يقارب ابروكسيميتلي، عرفتوها بعد معناها تقريبا لتر باليوم. زين البايل كونتين، هاي شوي عندنا مشكله بالورد. زين البايل كونتين نو دايجستيف انزيم، لا تحتوي على انزيمات هاضمه بس، ولكنها بلاي ارول ان دايجستشن، ولكنها تلعب دورا مهما بالهضم. شلون؟ هاي الصفراء هي ما بيها انزيمات هاضمه بس يساعدنا بالهضم. شلون؟ بشغلتين. اولا نيوتراليز اند ديليوت ستومك اسيد، تعادل وتخفف حموضه المعده. اثنين اميولسيفاي فات، تذيب الدهون، تستحلي بالدهون. اميولسيفاي فات الدهن، ما نقدر اغلب الدهون اللايبيز ما يقدر يحللها، لازم تصير لها عمليه اميولسيفايكيشن، عمليه استحلاب. لازم الدهون تذوب، ورا ما تذوب يجي انزيم اللايبيز يكسرها يحولها الى فاتي اسيد. ولذلك احنا قلنا المعده لا تهضم كل انواع الدهون، تهضم انواع معينه من الدهون. ليش؟ لان المعده ما بيها بايل، المعده ما بيها صفراء. ولذلك هضم الدهون يكون بشكل رئيسي بالامعاء الدقيقه. واي اسالك ليش؟ لوجود البايل. البايل راح تسوي عمليه اميولسيفايكيشن، اذابه للدهون. بعد ما سوت اذابه هسه يجي اللايبيز يشتغل على الدهون ويسوي لها عمليه تكسير وتحليل تتحول الى فاتي اسيد. لذلك اللي يشيلوا له المراره يقولوا له لا تاكل دهن هواي. ليش يقولوا له لا تاكل دهن؟ استاذ لان تقل فعاليه هضم الدهون، لان الصفراء ما موجوده، لان تفقد مو ما موجوده نهائيا. لا يعني ماكو مكان صفراء الكبد، انتبه الصفراء الكبد يصنعها، احنا ما راح نشيل الكبد، احنا راح نشيل المراره بس ما تنخزن. احسنتي، ما عندنا مخزون. يعني انا خلينا نقول اجاني فد 500، خلني اتش فد رقم، يعني 500 لتر دهون. هاي ال 500 لتر دهون تحتاج لها نص لتر من البايل. زين انا ما عندي مخزون، الكبد يلحق يصنع بايل بهالسرعه هاي؟
تكفي كل هذا الدهن اللي انت اكلته؟ ما يلحق الكبد، لان الخزان انت شلته، سويت عمليه جراحيه والخزان كله شلته البايل. لذلك نقول له قلل الدهن، قلله، لان ما راح يلحق يسوي له عمليه اميونسيفيكيشن بالامعاء. واضح؟ واضح طلاب؟ واضح استاذ. نعم. نجي للبايل سالت، املاح الصفراء. املاح الصفراء هي من ضمن مكونات البايل، يعني انا من اقول بايل هو مصطلح عام. البايل شنو مكوناتها؟ وحده من مكوناتها املاح الصفراء. البايل سالت، البايل سالت هي احد مكونات البايل. البايل سالت املاح الصفراء هي كوليسترول ديريفيتيفز، يعني مشتقات الكوليسترول، يعني تصنع من الكوليسترول، تصنع من الدهون، دهون الكوليسترول. لذلك هم اعطيك اياها معلومه خليها بجيبك، اغلب الحصو مال المراره هو حصو دهني، كل الحصو مال المراره هو نوع واحد من الحصو، الحصو الدهني اللي سببه الكوليسترول، مو مثل الحصو مال الكلى. حصو الكلى انواع اعتمادا على نوع الملح اللي يسوى الحصو بالكلى. عندنا حصل كالسيوم، عندنا حصل فوسفات، عندنا حصل الصوديوم، عندنا الحصل المزدوج او المختلط الميكسد بالكلى، هاي بالكلى. بالمراره نوع واحد من الحصى عندنا يسمونها الجولستون، حصل المراره، واللي هو نوع واحد سببه ترسب الكوليسترول بالمراره. واضح؟ وظيفه البايل سالت هي إذابة الدهون، إميولسيفاي فات. ليش ذوبت الدهون؟ تؤيد إنزيماتيك دايجستشن، حتى تساعد عملية الهضم الإنزيمي اللي بواسطة إنزيم اللايبيز. زين، البايل سالت بعد معلومة عليها يقول are recycled، يعني يعاد تدويرها، are not excreted، ما تطرح، ما تروح بالخروج، ما تطرح. ليش؟ لأن القولون يسوي لها باق، يرجعها للكبد، يمتصها ويرجعها للكبد، يسوي لها ريوز، يعني إعادة استخدام. هذا النوع الأول من مكونات البايل. النوع الثاني وجود صبغة بالبايل اللي هي البيجمنت تسمى البليروبين. سامعين بعد بالبليروبين؟ سامعين بالبليروبين؟ نعم استاذ. نعم استاذ. منين يجي البليروبين؟ استاذ من تحلل خلايا الدم الحمراء. من هي الهيموغلوبين؟ نعم. استاذ تحلل الكريات الدم. نعم. اخذناها بالكيمياء. طلاب اخذتوها بالكيمياء، نعم صحيح. طلاب احنا نرجع هسه للفصل الاول. قلنا الار بي سي عمرها يوصل لل 120 يوم، ورا ال 120 يوم خلايا الدم الحمراء او كريات الدم الحمراء راح تتحلل بعملية الهيمولايسيز، التحلل الدموي. وهاي العملية وين تصير؟ بيا مكان وين تصير هاي عملية التحلل الدموي؟ بيا عضو مسؤول عنها؟ أستاذ السبلين، الطحال. الطحال، نعم السبلين، الطحال. ونعم ممكن الكبد يساعد الطحال، يعني ممكن هاي العملية تصير بالكبد، ممكن هاي العملية تصير بنخاع العظم، بس اكثر شيء هاي العمليه تصير وين؟ بالطحال. هو المسؤول عن تحلل كريات الدم الحمراء الكبيره بالعمر او اللي بيها مشكله. من تتحلل الار بي سي، المكون اللي موجود بالار بي سي بنسبه كبيره شنو هو؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ ساعدوني طلاب خلينا نخلص. الار بي سي شنو موجود بداخلها؟ الهيموغلوبين. الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن هيم حديد وغلوبيولين بروتين. مو لو لا مو ذاك يوم اعطيتكم اياها بالفصل الاول. زين، الغلوبيولين هذا كله راح يتحلل. من يحلله؟ تحلل الماكروفيج، خلايا البلعمية الموجودة في الطحال تلتهم الاتش بي، تكسره، تحوله الى شنو؟ الى جلوبيولين بروتين يستفاد من عدة جسم،
وتحوله الى جزء اخر اللي هو الهيم الحديد. هذا الحديد الى مسارين، هذا الهيم الى مسارين، قسم من عنده راح يرتبط مع بروتين ناقل اسمه الترانسفيرين، اعطيتكم اياه بالكورس الاول. الترانسفيرين ينقل الحديد، راح يرتبط مع الترانسفيرين، وهذا الترانسفيرين راح يودي الحديد وين؟ النخاع العظم، حتى يعاد استخدامه في صناعة خلايا حمراء جديدة. وقسم من هذا الهيم يتحول إلى البيليروبين، يتحول إلى بيليفيردين بعدين بيليروبين. هسا عرفتم منين جاي البيليروبين؟ اي استاذي. خل نكمل القصة بعد، احنا ما طول دشينا بالقصة ما نعوفها عن النص. هذا البيليروبين راح يطلع للدم، من يطلع للدم يصعد تاكسي، يا تاكسي يصعدها الألبومين. مو احنا قلنا الألبومين هو عبارة عن بروتين ناقل، مو هو مثل التاكسي ينقل؟ لو لا حكيتها بالكورس الأول. راح يرتبط البيليروبين مع الألبومين، يصعد بالتاكسي. الألبومين وين راح يوديه؟ يوديه للكبد، يجيبه ينطي للكبد. الكبد ايش راح يسوي للبيليروبين؟ راح يربطه بمادة اسمها الجلوكورونيك أسيد. من ربطه بهذه المادة صار هنا للبيليروبين ذائب في الماء، وسوف يطرح مع البايون، يطرح بالصفراء. وين يطرح؟ للصفراء. الصفراء وين راح تذبة؟ تذبة بالأثنى عشري بالأمعاء. من راح للأمعاء هذا البيليروبين راح يتحول إلى بيليفيردين، يتحول إلى مادة اسمها بالنهاية، يعني هي هواي سلسلة من المواد، بالنهاية يتحول إلى بيليفيردين. هذا البيليفيردين هو مسؤول عن اللون البراون للخروج للبراز للفيسز للستول. الخروج ليش لونه يكون براون؟ لوجود مادة البيليفيردين. قسم من هاي المادة راح يمتصها القالون، من يمتصها وين يوديها؟ من راح يطرحها؟ تطرحها الكلى، يتحول الى ماده بالكلى اسمها اليوروبيلينوجين. هذا اليوروبيلينوجين من ينخزن البول بالمثانه، هاي ماده اليوروبيلينوجين تتاكسد الى ماده اليوروبيلين، يورو بولي بيلين، لونها اصفر، لذلك البول لونه اصفر. لذلك اذا ظل هواي البول بالمثانه، خصوصا اول ما تقعد الصبح تشوف البول ماتك اصفر او مائل الى البرتقالي. ليش؟ لان البول صار له هواي مخزون بالمثانه، لان انطيت وقت تحول اليوروبيلينوجين الى يوروبيلين. فملخص الحكي، ملخص الحكي انه اللون الاصفر للبول واللون البراون للستول هو سبب الار بي سي. واضح؟ واضح طلاب؟ نعم استاذ. زيادة البيليروبين بالدم راح تؤدينا الى حالة مرضية، شنو اسمها؟ شنو اسم هاي الحالة المرضية؟ اللي يصعد عند البيليروبين بالدم شو يصير عنده يا حالة؟ ايش بيكم ابو صفار؟ ما صاير بيكم ابو صفار؟ ما سامعين بابو صفار؟ الجوندس، اليرقان، سامعين بيبي لولا؟ اليرقان مو لولا، اليرقان الجوندس احنا نسميه بالعاميه ابو صفار بلهجتنا. ابو صفار شنو سببه؟ سببه زياده البيليروبين بالدم. من يصعد البيليروبين يصير عندك ابو صفار، يرقان، جوندس. من خلال هذا الحكي اللي صار لي ساعه احكي، تقدر تستنتج انه زيادة البيليروبين سببها ثلاثة، يا اما زيادة بتكسر الار بي سي، يعني الار بي سي جات تتحطم هواي، يعني يطلع عندك هيم هواي، يعني صعد لك البيليروبين، هاي حالة مرضية. او يا اما الكبد هو بمشكلة، الكبد ما جاي يطرحه بالبايل، ما جاي يربطه بالجلوكورونيك اسيد ويطرحه، مشكلة بالكبد، يا أما التهاب الكبد الفيروسي يأثر على وظائف الكبد، ويا أما الكبد بعد ما ناموا بشكل كامل
مثل ما نشوف الأطفال حديثين الولادة يصير عندهم أبصفار. من واحد هسه يسألك هذا الطفل أول ما يجي للدنيا ليش يصير بيه أبصفار؟ شو تقول له؟ مو ظل صافن بوجهه، قل له هذا الكبد مالته بعده ما كامل النمو مالته، بعده ما ناضج، بعده ما كامل الوظائف مالته، ياخذ له اسبوعين ثلاثه ويروح من عنده. او السبب الثالث انسداد القنوات الصفراء، يا اما حصو يسدها ويا اما حالات ورم تصير مرات، ورم الله يكفيكم فيكم الشر يسد القنوات، هذا البيليروبين وين يروح؟ يرجع للدم. واضح طلاب؟ واضح واضح استاذ، خوش معلومة. نعم واضح استاذ. البايل تصنع مثل ما قلنا الليفر بالكبد ستور ان جول بلادر، يعني مجرد الجول بلادر هي مجرد خزان يخزن لك الصفراء. اما الجول ستون مثل ما حكيت عنها قبل شوي هو الكونسنتريتد بريسيبيتيت اوف كوليسترول، يعني هو ترسيب مركز لدهن الكوليسترول. فهذه الجولستون هي عبارة عن تكون المواد تكون تورج ان كوليسترول دين هواي، وماكو بايل صالت، يعني ماكو ما راح تكون بايل صالت، تكون لك بس دهون تتحول الى حصى. هذه الوظيفة الاولى للكبد اللي هي صناعة الصفراء. الوظيفة الثانية للكبد هي ستورج، خزن. الكبد ايضا ممكن انه يسوي لك خزن، شلون؟ الهيباتوسايت. شنو هاي الهيباتوسايت؟ الخلايا الكبدية. الخلايا الكبدية، نعم، هيباتيك جاية من هيباتيك اللي هو اسم الكبد الثاني. هيباتوسايت يعني الخلايا الكبدية. كان ريموف شوغر، توخر السكر من الدم. شلون توخره؟ تخزنه، ستور ات على شكل كلايكوجين، تخزنه، تخزن السكر على شكل كلايكوجين. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية كلش مهمة هي نيوترينت انتر كونفرجن أو كونفيرجن. انتر كونفيرجن يعني تبديل المواد الغذائية. شلون؟ تذكرون أنا ذاك اليوم من شرحت قلت لكم أكو مواد غذائية مرات إحنا ما نتغذى عليها، ما موجودة بالغذاء مالتنا، بس جسمنا ما عنده مشكلة يقدر يصنعها. مو قلت لكم هاي المعلومة لو لا؟ إيه استاذ قلت. أي قلت لكم أكو مواد نسميها نون إسينشال، مو ضرورية موجودة بالطعام، ممكن الجسم يصنعها. فهذه وظيفة منه؟ وظيفة الكبد انه يحول لك المواد الغذائية من شكل الى اخر. شو يقول؟ يقول الانجستد نيوترينت، المواد اللي تتغذى عليها are not always in the proportion needed by the tissue، ليست دائما توفر كل متطلبات الانسجة. if this in case، في هاي الحالة The liver, الكبد كان convert، بإمكانه أن يحول some nutrient، بعض المواد الغذائية into others، إلى مواد أخرى. For example، كمثال، فد شخص person is on a diet، يعني الغذاء مالته that is exclusively high in protein، يعني الغذاء مالته بشكل عالي بروتينات. شون دول اللي يلعبون حديد يأكل كله بروتينات؟ and an under supply of lipid and carbohydrate، يعني الليبيد والكربوهيدرات تكون قليلة بالأكل، يعني ما توفر كل ما تطلبات الجسم أو احتياج الجسم. لذلك الهيباتوسايت break down، سوف تكسر الأحماض الأمينية الأمينو أسيد and cycle many of them، يعني تدور معظمهن راح تدخلهن في دائرة of metabolic pathway من المسارات الأيضية، so they can use to produce، راح تنتج من عدها منين؟ من الأمينو أسيد. إيش تنتج؟ تنتج ATP أدينوسين ترايفوسفيت، تنتج دهون ليبيد، تنتج جلوكوز. يعني صدق أنت ما أكلت جلوكوز ولا أكلت دهن، بس قدر الكبد يحول لك الأمينو أسيد إلى دهن وإلى جلوكوز حتى يوفر متطلبات الجسم. هاي الوظيفة مالت الكبد نسميها نيوترينت انتر كونفيرجن. الوظيفة الأخرى للكبد سامعين بها اللي هي الديتوكسيفيكيشن، إزالة السمية. هواي مواد غذائية نتغذى عليها تحتوي على مواد سامة أو ضارة،
مثل بعض الادويه. لذلك الكبد ايش راح يسوي؟ ديتوكسيفاي، يزيل سميه ماني سبستنسز، العديد من المواد. شلون يوخر السميه مالتها؟ باي الترينج ذير ستراكشر، بتغيير تركيبها، تو ميك ذيم، ليجعلها لس توكسيك، اقل سميه، او ميك ذير اليمينيشن ايزيا، او يجعل عمليه طرحها سهله، يعني سهوله عمليه طرحها خارج الجسم. هاي العمليه نسميها الديتوكسيفيكيشن. الثنسيس البناء، الكبد يصنع لك هواي شغلات بالجسم، من ضمنها بروتينات الدم، خدناهن قبل بالكورس الاول، مثل الالبومين، فايبرينوجين، جلوبيولين، هيبارين، كلوتينج فاكتورز، عوامل التخثر. عوامل التخثر كم عامل عندنا؟ 13. نعم 13 عامل. زين الهيبارين، اكو خلايا بالدم تفرز لك هيبارين، يا خلايا من يتذكرها يا سبع؟ اكو خلايا، خلايا الدم تفرز لك هيبارين، هاي الدراخ ما يتذكرها هسه لو يقرا آية الكرسي 50 مرة. زين البازوفيل تذكروها؟ البازوفيل تفرز لنا هستامين وهيبارين. فهسه اذا اردت اجيب لك سؤال بالامتحان اقول لك الهيبارين منين يجي بالجسم؟ راح تقول لي البازوفيل تفرزه والكبد يصنعه، بس ما اجيب لك هيك سؤال لانه راح تقول لي هذا جاي ينتقم من عندنا استاذ جعفر. زين بس قصدي طلاب، هي ريا الفسلجه، شوف هي حلوه، هي الفسلجه هو ده تفهم انت جسمك شلون جاي يشتغل. انا ليش احب الفسلجه؟ لان جاي افهم من خلال الفسلجه فلسفه عمل جسمي، رغم صعوبتها، بس صدقوني هي مو صعبه، الماده كلش حلوه ومعلوماتها كلش واسعه، وضمن حياتك انت لازم تعرف انه جسمك شلون قاعد يشتغل. وصدقني هاي قاعد اعطيك اياها هو قطره في بحر، ما جاي ابالغ. روح افتح هسه اي كتاب فسلجه وشوف ايش ده يحكي. زين فالكم هي الفائده، استفادوا من عندها، اذا عن نجاح كلكم تنجحون. زين نجي هسه الى اخر شيء اللي هو اللارج انتستين، الامعاء الغليظه، الامعاء الغليظه اللارج انتستين. طبعا اللارج انتستين احنا شنو قلنا؟ يصير بها هضم اللارج انتستين. طلاب ما يصير بها هضم. نعم الامعاء الغليظه لا يحدث فيها هضم، فقط امتصاص. ايش راح تمتص؟ تمتص الماي، الالكترولايت، الفيتامينات، وبنفس الوقت راح تسوي طرح elimination of indigestible matter، المواد اللي ما انهضمت، الغير قابل للهضم راح تنطرح. طبعا مكونات الامعاء الغليظه عندنا السيكم الصائم، والصائم يحتوي على يعني تركيب اسمه الفيرميفورم ابندكس. شنو الفيرميفورم ابندكس؟ ها؟ الزائده الدوديه. نعم الزائده الدوديه. فيرميفورم دودي، ابندكس زائده او ملحق او زياده. فيرميفورم ابندكس الزائده الدوديه موقعها بالسيكم، بدايه القناه الهضميه الغليظه اللارج انتستين. سيكم، بالسيكم عندك الفيرميفورم ابندكس. طبعا الاسم الشائع هسه راح تسمعونها انتم بالمستشفى بالمستوصف ابندكس زائد، يعني فيرميفورم ما تسمعها. والمريض اللي عنده التهاب الزائده الدوديه يقولون هذا عنده ابندكتايتس، يضيفون مصطلح اي تي اي اس بالاخير معناها التهاب. شلون تونسلايتس التهاب اللوزتين؟ ابندكتايتس يعني التهاب الزائده الدوديه. زين ascending transfer و descending colon يعني القولون الصاعد والمستعرض والنازل، هذا الجزء الثاني من الامعاء الغليظه. اخر جزء من الامعاء الغليظه عندنا السيجمويد قولون، القولون السيني، والريكتم المستقيم. اكو تراكيب عندنا بالامعاء الغليظه اللي هي الهستره. الهستره هي عباره عن بوتش طيات، عبارة عن طيات في جدار
wall of the large intestine. هذه الطيات مسؤولة عن شرنينج، تقلص in sequential movement، بحركة تتبعية. يعني هاي يعني مو حركة عشوائية، حركة متسلسلة. الهاي البوت الهوستر عفوا، وحدة تتحرك وحدة تتقلص، والثانية تتحرك والثالثة تتقلص، وهكذا. هذه تؤدي إلى أن الكونتنت المواد، المواد ما نقول عليها مواد غذائية، هاي المواد بشكل عام راح تتحرك from one hoster to the another أو to the next، تحرك للأخرى حتى الطعام يندفع، يندفع إلى فتحة الأنس. أيضا وجود النورمال فلورا، نورمال بكتيريال فلورا، عفوا لي كلمة بكتيريا. نورمال فلورا، شنو هي النورمال فلورا طلاب؟ أستاذ البكتيريا المفيدة. أنا قلت شيلوا كلمة مفيدة بالقانون طلاب. النورمال فلورا، مصطلح نورمال فلورا هو الكائنات الحية المجهرية التي توجد في أجسامنا. وين موجودة هاي؟ موجودة بكل مكان هو معرض للبيئة الخارجية، يعني الجلد، الجهاز التنفسي العلوي، الخشم والتجويف الأنف، الفم، البلعوم، بالقناة الهضمية من المريء وانت نازل، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، تحتوي على نورمال فلورا. قلت أحياء مجهرية، يعني شنو؟ يعني بكتيريا، فطريات، طفيليات، بس ما عندنا فيروسات. بكتيريا، فطريات مثل الكانديدا، وطفيليات مثل الانتميبا كولاي موجودة بالأمعاء، عندنا انتميبا جنجافالس موجودة بالفم، أميبا موجودة بالفم طبيعي. بس أغلب النورمال فلورا هي بكتيريا، يعني الأعداد الهائلة من عندها، الأعداد الضخمة بالمليارات، أكثر بالتريليونات، هي بكتيريا. هذه البكتيريا إحنا فايديها، شلون فايديها؟ موفري لها مكان تعيش بيه، موفري لها مواد غذائية، وهي فايدتنا. شلون فايدتنا؟ واحدة من فوائدها تنتج لك فيتامين كي عن طريق الإسشيشا كولاي، وبعد تساعد بالهضم، break down of certain indigestible substances. تدرون أكو مواد غذائية نتغذى عليها، كل هذا الهضم اللي صار بالفم وبالمعدة وبالأمعاء والإنزيمات والهوسة وما راح ينهضمن، أكو مواد غذائية موجودة بالطعام ما تنهضم، والجسم يحتاجها هاي المواد. من راح يهضمها؟ يهضمها البكتيريا، تكسرها. من تكسرها تتحول إلى مواد مفيدة راح تمتصها الأمعاء ويستفاد من عدها الجسم. ولذلك أخواي عندنا أشخاص عندهم مشاكل بالهضم، واحدة من الشغلات اللي يكتبها الدكتور للمريض يكتب له بروبايوتيك، كبسول موجود بالصيدلية، بس قل له بروبايوتيك. هاي الكبسولة إذا تفتحها شنو بيها؟ بيها مثل البودر. هذا البودر هو عبارة عن بكتيريا، بكتيريا من تدخل للأمعاء تتحول إلى نشطة، تنقسم، وهاي البكتيريا تساعد في تكسير المواد الغذائية وتساعدك بعملية الهضم، يسموها بروبايوتيك. رغم كل هاي الفوائد، هاي البكتيريا أو هاي النورمال فلورا إلها مضار. شلون؟ تنتهز الفرصة، يسموها opportunistic infection. يعني هاي البكتيريا إذا عبرت للدم تسبب لك إصابة، إذا عبرت الغير مكان تروح للجهاز البولي تسبب لك إصابة. هي بالجهاز الهضمي فقيرة كل شيء ما بيها، تروح للجهاز البولي تسبب لك التهابات المجاري البولية، وقلت لكم إياها بالجهاز البولي، قلت لكم أغلب التهابات المجاري البولية هي بكتيريا سببها نفس الشخص، عبرت من الأمعاء مالته راحت للجهاز البولي، وخصوصا في النساء، أو تعبر للدم، أو مرات تصير عندك إصابة بكتيرية بالأمعاء. هاي النورمال فلورا تستفحل، يعني كلما تنتهز الفرصة فوق ما أكو عندك إصابة هي تسوي لك سكندري إنفكشن، إصابة ثانوية، وغيرها وغيرها من المضار اللي ممكن تصير نتيجة هاي النورمال فلورا. استاذ بس شلون تعبر الغير مكان؟ هي مو بالمكانها بال تطلع ويا الخروج، تطلع ويا الخروج.
وتعبر بالجليد عن طريق الماء وحركة الأيدي وتعبر للجهاز البولي أو تخترق الأمعاء تصير عندك إصابة. مواد قوية مرات موجودة بالطعام راح تخدش لك بطانة الأمعاء تعبر هاي البكتيريا عن طريق هاي الجرح اللي صار تعبر للدم، عبرت للدم سوت لك بكتيريميا تسمم الدم. استاذ يعني هي يعني داخل الجسم مفيدة ده خارج الجسم ضارة مثلا؟ مو خارج الجسم، إذا عبرت الغير مكان بالجسم مضارة أو مرات بنفس المكان، يعني هي بالأمعاء بتسوي لك مشكلة لسبب من الأسباب تبدي نوع معين من هاي الأنواع البكتيرية يتكاثر. طبعا هن 400 نوع، أكثر من 400 نوع، فنوع من الأنواع يسبب لك يتكاثر ويسبب لك مشاكل. عندنا نوع من الأنواع اللي هي الكومبايليو باكتر جوجيني، إذا سامعين بيها هاي بكتيريا تسبب لنا أنتيبايوتيك أسوشييتد دياريا، إسهال المرتبط بالمضادات الحياتية. أنت عندك التهاب تأخذ حبوب كبسول مال التهاب تعالج بيه الالتهاب، من خلت هذا الحبوب وهذا الكبسول هاي البكتيريا راح تستفحل، هي فقيرة، من خذيت أنت هذا الكبسول هاي البكتيريا استفحلت تكاثرت صارت بها زيادة بالعدد بالأمعاء سوت لك دياريا إسهال، يسمونه الإسهال المرتبط بالمضادات الحياتية. هاي وحدة من عندهم زين، وهواي هواي هواي عندنا يعني شغلات مرتبطة بالنورمال فلورا. هاي كل اللي عندنا طلاب، وخلصت محاضرتنا بالنسبة للجهاز الهضمي. إن شاء الله ورا الامتحان أسبوع الجاي ما أعتقد آخذكم، لأن هم عندكم امتحان وهم أنا هم عندي امتحان ويعني وقت ما عندي صراحة، فيبقى عندنا الجهاز التكاثري ناخذ إن شاء الله يعني مو الأسبوع الجاي اللي بعده. إذا لحقت أنا نزل لكم إعلان آخذكم محاضرة نسوي مثلا مراجعة سريعة، وإذا ما لحقت لا أنطي محاضرتي لغير أستاذ يأخذها. ماشي طلاب؟ ماشي إن شاء الله أستاذ إن شاء الله. شنو عندنا بعد؟ أكو حد عنده سؤال طلاب استفسار محاضرة افتهمتوها؟